ها شنو هاي؟ هذا عيب هذا. عركه عركه عركه. ها عمي السلام عليكم. ها بيك عمي. الله وجع حتى وجع. شباب خلينا نطلع دول الحين اخونا. تركوا تركوا تركوا. وجع. ها مودي. طبعا البروده فول. جرشنا من وراها. مودي كل شيء مغسل وجهه راح يتخربط من ورا الحار. حار عمي. ما نستاهل لايك. السلام عليكم شباب وناش اخباركم ان شاء الله بخير وانتم مشاهدون فيديو اليوم مقطعنا اليوم راح يكون راح نشتري حوض مال اسماك. المهم شباب الحديقة مالتي الاسطورية راح نجيب لها حوض مال سمك وخلنا نشوف اليوم ايش راح نسوي. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. ما بقى لنا شيء على 8 مليون مشترك فانزل واشترك بالقناة وخلونا نبدا ونقول بسم الله. هلا بالشباب بالطيبة. والله شلونك حيدر؟ والله الحمد لله. انتم جاهزين اليوم؟ جاهزين. اليوم راح نشتري حوض مال اسماك مال. أي. اكل وهواي امور وهواي ترتيبات. فانتم مستعدين على هذا الشيء؟ طبعا. ايش قد حماسكم؟ فول انا فول 1000%. حلو يلا قولوا اشتركوا بالقناه وحطوا لنا لايك وخلونا نروح. اشتركوا بالقناه وخلونا لايك على مود نروح ونجيب كل الانواع. على مود شنو؟ على مود نوصل 8 مليون. يلا اشتركوا يلا عيني شو نزلوا لنا. شباب هاي فرة أخيرة بالحديقة ومع السلامة. أوكي شباب هسه متجهين للمشاتل. طبعا اليوم أريد أجيب كل الأنواع السمك وأهم شيء اللي يسأل على البغبغاء إن شاء الله كم يوم وراح ينزل الفلوق مالته. البغبغاء راح نجيبه يخبل وهواي أشياء ما أريد أحرق عليكم فلا تنسون زر اللايك واشتراك عالمود نجيب لكم البغبغاء وخسر حيدر وكفو من عندكم. وصلت الفيديو 200 ألف لايك عشت ديكم ولقينا سمك. شوفوا ذني الاسماك. تعال بلا خروح نشوفهن. وين هن؟ هذين ذني كوكتيلات. يا شباب اكيد البعض من عندكم شافني انه قاعد اشتغل على منصه باكيت بروكر. هاي المنصه للتداول واكيد البعض من عندكم يريد يعرف وعنده فضول لكن البعض يخافون حتى لا يرتكبون اخطاء وايداع صفقه في الوقت الخطا وعدم النجاح. للي ما يعرف اليوم راح اعلمكم شلون تتداولون وتطلعون فلوس. اذا انت كنت تسمع اول مره بالتداول كل اللي عليك تسجل بالايميل الخاص بك والباسورد. باكيت بروكر هي من اوثق المنصات وانا اشتغل عليها غالبا وراح يستغرق وقت تسجيل دقيقه واحده بس. لا تنسى ادخال البرومو كود الظاهر على الشاشه حتى تحصلون على 100% لكم باول ايداع. يعني تخلي 100 دولار حصير عندك 1000 دولار. شباب انتم متخيلين؟ واجهه المنصه جدا سهله وتقدر تودع فلوس عن طريق الماستر كارد والفيزا كارد. وهسه راح افتح صفقه قدامكم واشوف ايش قد راح اطلع فلوس واربح. اول شيء نحدد المبلغ اللي راح اتداول بيه. انا دائما احط 200 دولار ما اطمع واخلي المده الزمنيه دقيقه واحده او دقيقتين. اختاريت دقيقه واحده اكبس على خيار اعلى او اسفل يعني راح يصعد او ينزل ونشوف. حلو مثل ما شفتوا ودعت 200 دولار صار عندي 360 دولار يعني الربح الصافي 160 دولار خلال دقيقة واحدة بس يا شباب. فأنت شنو منتظر وما سجل دخول المنصة وتقدر تحط فلوس وتتداول وتطلع فلوس وانت قاعد بالبيت؟ لا تتعب نفسك ولا أبد. خليت لكم الرابط مال باكيت بروكر تحت بصندوق الوصف أو المثبت في أول تعليق وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. تابع الفيديو مشاهدة ممتعة. شنو ذني؟ ذني سود؟ اوه شباب! شنو هذا شباب؟ شباب اذا تعرفونه اكتبوا لي بالتعليقات. طاح شكله؟ عندك ذني انا ذني عاجبات ذني برتقاليات كلش حلوات. هاي ذهبية؟ ايه؟ واخبين صغار بس الوانهم فسفوريات. شنو قلت عليه كناس؟ كناس هذا ياكل شلون الفضلات مالته وينظر. ها حلو. اهم شيء هذا. تمام شباب ذني بلاول. أنا شو؟ هلا. وين الغندورة مالتك؟ ها الغندورة مالتك. واعة. هذا؟ هذا نايم. والله شوفه. هذا نايم. نايم نايم. قطعين عشان. غني غندورات. هذا أرنب. مو اللي تحداك اسمه؟ لا. ما شو ذا الاسم؟ ندان الحين اسمه. هذا أرنب شباب. هذا هو. خلينا نشيك هسه شباب ونرجع لكم. خلنا نشيك نشوف البقية. وهذا الحوض مال سمك شباب، احتمال راح اخذه هي الشكل شباب، احسه افضل. هي الشكل حلو احسه يبرز اكثر، شنو رايكم؟ اي خبل هذا. شباب خلنا نشوف. انا عجبني هذا شو احسه جديد يعني مو متكرر هوايه. لازم اخذ قرد.
قرد؟ او ببغاء من يصير عندنا نخلي هنا ببغاء. شباب ذني البيوت قد حلوه. انا حيدر واحد عبد الهواي قال ذني عصافير تخليني هنا. خذوك؟ والله. وهذا البيت كلش حلو هذا البيت. عاجبني شاخذ ذني. ذني هم حواض مال اسماك صغار. شباب ذني سلحفات اذا تشوفوهن. هم راح ناخذ ذني الوان كلش حلوات. يا ويك الناس بس تبي. هذا شوفه. هذه الكناس؟ اي. هذا ينظف الفضلات واي امور. فاحنا اذا نشيك بعدين ناخذ. هاي شنو الجو؟ ليش خلينا بعلالي؟ يعني على المود يتعودن على المي بالاخير يفتحونها لان اول ما تخليهم يموتن. حلو. هنا انواع هذا الزود ب 8000. ايش شكله ما حلو هذا. انت ما بيه فوائد. هذا انا عاجبني شباب ذني حيل عاجبني البرتقالي. حتى ما تفهم جيري. تدري انا اكثر شيء شحب؟ ايه. ذني؟ ايه؟ سلاحف النينجا وهذا. يعني؟ وهاي وهاي. ذني نعمات. اي بس يعني فرزه. شباب ذني كلش حلوات هم ناخذ منها، احنا راح نشكل. تمام؟ كلش حلوات. حيدر اسمع حيدر. ها شنو هاي؟ سلحفات. شباب هاي. والله اشوف والله خليها بيدك خليها. شباب هاي ملونه بالليزر يسووهن. ايه راح اخلي صوره القناه او صوره رسول او صوره مودي. خلي هذا مالتن علي. يلا اوكي. ايه تعال شوف عندك ذني. شنو ذني؟ هذا زوري. زوري شنو زوري؟ ماكو زوري هذا هيك. عندك ذني بالالوان. اكو كنات جوا ذاك. ذاك واحد ذاك. ايه ذاك الزوج ب 10000. ينظف هذا يفيدنا. هذا يفيد. حلزوني يفيدك حجر هذا الكبير شايفه. حلزوني هم ناخذ حلزوني. بس مو تاكل يا رسول. لا ما. مو عندي مثل هذا بالبيت، انتم ما راح اخذ هيك زرعه واخليها بيها. شنو رايكم يا ولد؟ هاي او هاي، عندك هناك، عندك هذا، بس هذا احتمال ظلي. ما يروح الشمس، او اخليه بالغرفه. وهذا الحوض ايش قد الشباب؟ بس ما يفيدنا هذا صغير. هذا الاسود وهذا الازرق، الازرق الرسول والاسود المودي. لان حواض هم ساده، فذاك عجبني حتى اقدر اخليه على السيتاب مالتي. هذا الزرع الظلي. اهم شيء ما يلوح الشمس. خلي اخذ راي رسول مودي احسن شغله. عيني شو تقولون؟ ناخذ مثل هذا الاحتيادي لو ناخذ ذاك الاول شيء؟ لا الاول شيء احسن. اول شيء شكله محدب ونقدر نخليه باي مكان على السيتاب بالاستقبال يخبل شكله. ايه نقدر نخليه باي مكان يعني فذاك احسن. ها ذاك؟ ايه فهسه نروح ناخذه وبعدين ناخذ الحجر ناخذ هاي الشبشه ناخذ السمك لازم اهم شيء ناخذ الحوض. أيوة. حتى على ضوء الحوض ثلاث اربع كش احنا اها نرتب تمام. يلا خلينا نطلع ناخذ هذا وخلي بيه السمك. شو تقولون شباب؟ اكتبوا لي بالتعليقات. كل ببالي اشتري له واحد كبير وانزل انا ومود ورسول. شو نسوي بيه؟ نسبح ويا السمك. شو تقولون شباب؟ نسوي هيك مغامره نسوي لهم؟ خلي تكتبوا لنا بالتعليقات. نسبح ويا السمك نسوي لكم مغامره. مره سبحنا ويا السمك احنا. اي صح. شباب خلينا ناخذ هذا ونخلص. خلينا ناخذ هذا. لا 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 ما يفيد. هذا خلي بالسيارة. لأن محواضة حلوة. هاي الأسعار قدامكم شباب إذا تبوا تشترون. هاي عندك سفينة تايتانيك ما أعرف اسمها. تايتانيك هاي مو؟ إي تايتانيك. شفتي هاي؟ شوف. زرعة هي ايش خليها؟ سمك صعد بنانة. وين أنت عايش؟ في اليابسة جو على هذا حجر. بيش هذا؟ إذا أريد نشتري هيك هذا ناعم. أيه. عندك هنا شمعة ليد. يا ريت ليد شمس يكون. هذا أحمر نسوى أجواء للسمك. السمك يرقصون إذا شافوا ذني. وهذا الواتر بام وهذا الأكل. هاي شوف أهم شيء هاي. هاي إذا ننساها أكبر غلط وناخذ أكل. بالضبط أهم شيء الأكل. هاي ما أعرف من شنو هاي بالله جفاف. بفتحها ها هاي مثل الطحالب. إيه طحالب. السمك. شلون هاي بالبحر تصير شباب؟ كتبونا اسمها بالتعليقات. طبعا ثبتنا على رأيي وراح ناخذ ذاك الحوض. إي ذاك أحسن. تمام مودي؟ ناخذ لنا اثنين رسول؟ لا واحد. حوضين؟ واحد الوحش وواحد بدون وحشي؟ احنا نقدر شو نسوي؟ الأليفات كلها نخليها بحوض واحد. ها. إذا ردنا الوحشيات بحوض واحد. خلينا نشوف. كذا الحجة نروح له. يلا. يلا شباب رشو ايش بتاخذ القفص اخليك بيه انت مودي؟ شنو قصدك مودي؟ تتذكر الاسد كنت منتشر عليه؟ اه ترى مالته هذا الاسد. بالعافيه وبالخير. شباب صار فينا دقه. عزل. حجي عزل. اي عزل حجي. شفتي فته؟ حرامات غدر بينا. شباب غدر بينا حرامات راحت كل احلامنا. طب جوه طب؟ ها
أجي. احنا خلنا ناخذنا فرة، يجوز رايح يشوف شو يسوي. ثقة نفسه هذا الحجي خوش رجال. اي والله صح. لا مال اسمان. ها والله مشونا شباب. مشكور حبيبي. حيدر انت دامك تبعر اسماك كله من ورا حيدر. لا نشتري من الاول كله من ورا. عادي عادي شباب. امشي النية. يلا عادي. عرفكم على صديق الجديد. السلام عليكم. متاكل متابعين. يلا قول لهم خلينا نشترككم بالقناة. ها شنو هاي؟ عركة عركة عركة. ها عمي السلام عليكم. ها بيك عمي؟ عركة عليه وقف. الله وجع حتى وجع. شباب خلينا نطلع دول الحين اخونا. تركوا وجع. شو هذول خبلونا؟ يعيطون عليك لا تصورنا. لا اقول لا تصورنا عافية صحيح. ها شنو هاي مو خسافة مودي؟ مو خسافة عمي لا تصورهم بعد. من قبل عندهم خصوصيات؟ عود مال المدير تبغبغ هذا يظل صحيح عليك تدري. مودي ببغى تجيبه ما اشتري. لا عمي غريب. لا نشتري لنا غير شغلة عمي شنو الدوخة؟ ما عليه. شنو ما عليه؟ اريد اسد. نوسو لايك. 400,000 لايك اسد. 400,000 لايك اسد. خلاص انتم اشتروا شو اسوي بالاسد هذا؟ عمي روح فطران انت. وين حظ السمك عمي وين الحواب؟ وين هن؟ شباب كلها معزة. الظهرية جينا احنا. ماكو بعد ماكو قدام خاف. كلنا معزلين. ماكو شباب خلينا ننتظرهم شوي ونرجع لهم. شباب ذاك الحج يجي. صدق تحت الشاقة. ركضوا له روحوا له. كل حجي وين كنت؟ روحوا انطلقوا. شباب الحج يجي واخيرا صار ساعة متنا من الحار. خليني اركض له انا يهم. ها بشر عبالي حتى ملعب قاعد نطلبه. ها يلا انطلق. السلام عليكم. السلام عبالي نعزلت. لا والله بابا متنا من الحر. خلنا ناخذ من راسه اللي يطلع له. اي والله عجبنا هذا راح يغسل رسول يصير يغسلك بالحر. والله متنا والله شباب. وكان ينزل شيء حلو. يلا اسمه رسول اسمه هذا ممتاز. هذا قزاز. لا هذا الشمس اثرت عليك طبعا. ها الشمس؟ هذا شباب صغيروني وفد شيء مرتب وما تخليه لايد مكانه. راح ناخذ هذا المطر مال الهواء سعره 5000 دينار. واحد كلش كافي. شنو هاي مودي؟ شوف شباب ايش لقيت؟ لقيت بيت وهذا اللي يعرف اسمه يكتب بالتعليقات. تعرفه عيدر؟ ما اعرفه. هذا يصحون له شلون ناعور. ناعور؟ اي. والنواعير ايش مودي؟ وهذا يربط بالفلتر. ايه. وبالفلتر. هاي بيش سعره؟ اريده. تريده؟ ايه. شباب راح اشتري لهم حيه. يوم حق شنو اسمها هاي؟ بريه هاي. بريه؟ يا ساتر يا ربي. راح ناخذ الشاسة الحوض. تعال رسول. كم كيس؟ عشان البيتك رسول. هنا. شباب هاي سلحفات. هنا. شباب هاي سلحفات. طبوا. كم كيس حيدر؟ فهسه خلينا ناخذ حصو والاشياء نحتاج شنو نرجع لكم حبايبي. اذا انت في الشاسة مال الحصو والحوض. شباب هذا يفيدنا يكمل الدورة البيولوجية بالمي. ونستخدم باليوم يمكن كوب واحد. لا من هذا قبق واحد نخلي كل 20 لتر. قبق واحد. وهذا يخلي المي نقي 100%. كل الجيز. ها؟ كل 20 لتر. يعني كل يوم نبدله وكل ما لا. كل تبديلة مي يعني. ايه. ها تمام. خلنا ناخذه. اخذنا فلتر ينظف الحوض، ما يصير ناخذ شبير. كل حوض وقياساته. وذن شقني شق. والجن سكتن. ايش؟ ايش؟ ليشن يلا يلا. شباب طلعنا يلا بالتصوير. ماكو ايش حكي؟ حاطين الحوض طين هذا الفلتر حتى شباب لان الاشياء اللي اخذناهن حبايبي وين مكانها؟ هذا مكانها كم لون؟ هاي كم لون؟ ثلاث الوان حصل على شغله شباب. يلا عاد اشوف احد جينا؟ ها حلو هيجي. ها هيجي. شيء خرافي والله. حبايب قلب اخذناهن وراح ساعتين بالسياره وراح نروح نشتري سمك سلحفات ونشتري هواي سوالف. فاذا ما مشتركين بالقناه اشتركوا لا كسره. 1 2 3 كفو من عندك اشتركت بالقناة. يلا مشونا. طبعا شباب ما احكيكم عن الحر. حر مو طبيعي. ها واللي يسأل اذا ما لها قبق فاوديه لابو الجام. وهذا البلور ما يجي بيه يعني طبق اللي فوق.
ببالي انه اسوي جامع زرقاء. فتشي فتشي مو طبيعي. يلا شباب منا نروح هناك نرجع لكم. تشاو. هذا هنا مكانها. عمي حيدر. درجة الحرارة 50 شباب. الثنتين الظهر احنا هنا أنا. تخيلوا الحر مو طبيعي. ها مولي. طبعا البرودة فول. جرشنا من وراها. مولي كل شيء عم غسل وتر راح يتخربط من ورا الحار. حار عمي. ما نستاهل لايك؟ اي والله ما يدفن لايك. شباب الشمس الشمس تقول عليها. ساعتها حيدر يوم درجة الحرارة. ساعتها شنو؟ 48 50 50 يلا شباب افتح افتح شوف افتح افتح افتح. الو والله بعد واحد اريد ذكر وانثى صراحة ما اعرف الهمش. يلا اعطينا هذا اي واحد اي هذا لا 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 ذاك ذاك تجول يلا اي هذا جماعة حيدر رايتين اي زول كلش كافي. اوبا حلو هذا الزوج اخذنا طلعه بارك شباب ما شاء الله راح يخلونا اكسجين. حلو مولي فرحان راح تاخذ كناس كناس شو يسوي كناس هو راح ينقف لنا كل شيء. هذا هذا مبين سيمين هذا كوما ياكل الفضلات. انت تحب تاكلها لا 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 دوك يا شباب رحنا وجينا هو الخات اللي ورا هذا ويا ياكل. طوب هذا كناس تعال روح هدنا طلع رسول بطل راح ناخذ زوج ذاك الاسد الاسد هو يحب ياكل وكان يجي غصبا عرفت تجي يلا وجيك الناس يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا حبيبي والله نورتنا شباب شوفوا كميه السلحفات فتشي والله فتشي رجع حرس وراح تنكسر ناخذ ما ناخذ ناخذ مو السالفه ما حاط ابيع كتك هذا هذا مملون هذا بلادي هذا محلو محلو هذا بلادي هذا سلع فنين رسول تاخذ لك وحده لك وحده المودي اي تعال خلينا نختار هذا هو ها هي اختار لكم وحده وبعدين ناخذها اخر شيء انا اختار هاي رسول راح يختار الورد اوه تعبني عبك شنو؟ بدك شنو ايش؟ لا انت طخيت مرتل. هاي شو اسمها؟ صدفة رسول راح ياخذ سلحفات. هاي وينها رسول مالتك؟ هاي مال رسول شباب. اذا رسول مالتك حلوه حطونا لايك، واذا مال مودي راح يختار ولا تعرف تختار. ها ايش فيها؟ رسول قامت تمشي. لا شو تريد؟ تركض؟ لك هيجي ركضه ركضه سريعه. سلحفات تركض. راح ناخذ منها زوجين شباب، من النعمات والكشوريات. شو اسوي بيها؟ انا ريحه. ها. اوكي وانت وين ملاتك؟ انا هذين ملاتك راح اختار ها سلحفات هاي بعدين هاي بعدين عم شوف 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 يا اهلا وسهلا نورتونا راح ناخذ زوج من ذني اسمه انجل كلش حلوه شباب شباب هاي النوعيه يسموها سيلفر راح ناخذ زوج هم حلوات عبالك هذا يبي ايش يصير وين؟ روز ناين روز؟ اي روز ناين راح يطلع ذني سريعات جدا اوبا اي راحت تفرج راح نخلي ويا هذا اي حلو يلا حيدر اريدك تختار لنا شو كم صياد؟ هاي النوعية صغيرة ولا كبيرة؟ لا صغيرة افضل صغيرة احسن صغيرة احسن؟ شو تقول؟ يلا هاي زينة ناخذ زينة زينة ناخذ زينة هاي. لا تختار هاي وريت الثقل شوية هاي ليتا ناخذ شيء تعال قرب هنا قرب يلا ذني ايش شيء؟ ذني حلوان ايش تختار؟ دبان اخري لا ابو حوار مو هاي قد سعرها؟ هاي سبعة سبعة 5000 دينار شباب يلا ببيت واريكم طفنا الكاميرا نرجع للبيت نكمل لكم شباب حارة وصلنا للسيارة يلا سعد 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 روح روح سعد سعد خليني بلقع بلقع نرباك مع ستة الشباب حارة تحت تبريد عليهم ها طيح يلا انا سعد يلا سعد سعد خلاص سعد انا منا يلا شباب بالبيت نرجع لكم good luck
حرك ويوب اسيره ويلي يا الله شغل تبريد غلط اشتغل التبريد بسرعه ايش تسوي العادي اوكي صح بارده كلش بارده اي ثلج درجه البطانيه مو تقام دب ماي لبلبي هاي السياره هنا والشمس فوقها سلام لي يلا مع السلامه تعبناكم هلا برسول راح جبنا دجاجه شباب انتبهوا من عبور الشارع قرباكم لازم شخص بالغ ويعبر الشارع وهذا الشخص راح جاب لنا الغداء نتغدى نرجع لهم يلا اليوم شاط العرب يمنا جبنا حبايب قلبي وصلنا للبيت بس ليش صغر الحوض معقولة لا اكيد شوف لي شوف لي الجمال شوف لي الاناقه جلتنا جلفه اختي كذب شباب ما قاعد اشوفه ما شاء الله شوف شوف راح يختفي ما قاعد اشوفه طبعا غسلنا انا ورسول وطيني هسه التزيينات زينهم الحصول طبعا هذا الحصول كان كله تراب كله غسلته بمي ومصفي ايه اسيدك هذين اثنين طبقتين شيت وهذا واحد طبعا الاغراض كلنا راح نخليه هنا اول شيء الاغراض وبعدين شنو اصبر دقائق تدري هاي السفينه شنو؟ اي شباب اشتري السفينه تايتانيك تايتانيك هذا واحد؟ لا اثنين اكو واحد خليه هنا يمك حبيبي يلا حيدر اريدك تعطيني توقعاتك ايش راح يطلع؟ والله العظيم هسه راح يطلع شيء انطلاقي نحط المي طبعا حبايب قلبي الحوض راح اخليه جوا تعرفوا لي ليش الشمس فوق مو طبيعيه فام السمج قالت لي ممنوع تخليه على حراره لاني موتن وحرامات يعني وخبر راح يضوشكم كلش اليوم الكناري الفحل مات طاقم عمره حرامات حرامات من ورا الحر فنزلتن كلهم جوا بالهول فالحديقه هسه اصور لكم بيها فان شاء الله بالشتاء ايش راح نسوي؟ بالشتاء شيء خرافي راح يصير بالشتاء كلنا نصعدن فوق اي لان بارده بارده فهسه راح نوريكم التجهيزات الكامله شوف أغراض اللي أجيبه ناني هذا القنديل البحر مات هذا حيدر طبعا من جهة قال لازم نعلق لي فوق وما يصير ترى المي يطوف يطوف احنا راح نلزقه نعنا جوه راسين يقوم اي صحيح هسه شنو نخلي اول شيء اوقف اوقف مو هيك نزله كلش بالاخير يلا اقعد يلا ابو الحيودر واللون هذا في شيء لون حمض الله خرافي راح اخلي السفينه هنا تمام ثبتتها فولي شكلها انطلاق بس بعد شويه تنتهي بالنص ممتاز عاش تديك الشجره الاسطوريه هلا والله ضاع المكان الحلو حلو في شيء ثبتك وما تتحرك ولي عالمي والله عالمي فولي حبايب ايش سوينا هنا في شيء خرافي صار البيت هذا البيت هنا في شيء سبونج بوب قاع الهامور وهسه وصلنا لاهم شيء هي شنو الاناره خلها وين اهم شيء نسنترها شوي انزلها هنا عدله شوفها في شيء خرافي لا بشوف شوف هسه راح تشتغل وهسه راح يشتغل اللافويا وتطلع اشياء اسطوريه. هسه راح نخلي مال الاكسجين والهذا ايش اسمه؟ مصفي. مصفي ما نخليه، خليه قريب هنا حتى نستخدمه. أوه. لو كسره. اكو واحد يربطه انت شلونك مودي؟ ها شوفوا شباب. ها شباب ايش قلت لكم؟ طفي الكاميرا. حبايب قلبي. وقت المي. يا الله. واي والله هذا واي الرادلة هسه بس يشتغل المي حينطلونه كل شيء راح يكبر جوه الشباب الثاني اذا عجبكم دوسوا لايك اوه ماي جاد اوه هذا زين هذا المستوى اللي نريده حلو والله حلو حلو بس اريد المي يستقر الحمد لله شباب واخيرا كمل وهسه راح ادير هاي الماده على مود تنظف المي بشكل 100% هذا جلاس شوفوا وراح اخلي بعد نص شوي مو هوايه ها هي روح هسه المي فوق النظافه هسه خلي الرسول يشيك يلا بس تحت شيء يلا بسم الله هسه اهم خطوه شو نسوي؟ ايه نجيب السمك نخليهن بشيسهن على مود شويه يتعودن نوب ننتظرهن شويه شقد شيس ويسبحن وليش مثلا؟ مو ما يصير انا هناك سالت يموتن اغلبيتهم يموتن بسرعه فاحنا لازم شويه بتشيس خليهن بس يتعودن طب سبحن هاي السمك ما تعيش وياهن تمام حداكم تعرفون شنو اسم هواية وجبنا اول شيء الكناس لك مو بس بوالي هنفتهم خليهم ما يصير والله حرام ما تموتن شنو ما يصير؟ نزل خليهن
خليهم هيك. هيك شيء؟ ايه. شوف هو جاي يستغرب. اه حلو. أي. خليها هذا الشيء. هذا الشيء الثاني. لا مثل كيف مودي. ها؟ خلص هو. زين؟ جيب وخر. إذا. شباب هذا تجربة صح ام خطا كتبنا بالتعليقات. هي هذا اسم شاتي. اسم شاتي شنو مال المكان؟ شوف راح نخليها عندني. الثلاثة والله يا اخي مو خوش سالفة سويتها. روح هاي هاي عدلات. انت عاد تحسبين هيك وتخنقتين. اه لا شو نختنقل؟ هسه بعد بس طيب. لا لا سيارة شوف شوف هسه خمس دقائق ربع ساعة تفتحن هاي. ايه. هسه بس ساعة. اشوف. ساعة بالستة وربع. ايه. ستة ونص عدل؟ انا اروح للتمرين وهن ينفتح كيس. اه حلو. اوكي؟ تمام. يلا. شباب شنو عدل بعد قليل لكن بس هذا يمكن احترق لان طفيناه وشغلناه ما اعرف شنو الموضوع، اشتغل في البدايه بعدين وقف. احنا عندنا اهم شيء هذا، لان هذا اكسجين، هذا ينظف. اوكي. نقدر نجيب لنا واحد ثاني؟ بحاجة وقت الثلاثينات تروح. تحركي تحركي. تحركي وليش؟ تحركي يا قاعد هامور هنا سبون بوب، شوف هنا صار حادث. شوف الطابوقه وين عصت. هاي. عصت بالتاير. هسه هسه مديدي. عشان هاي جوا 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 شو تجي اصبح اصبر اصبر ايش من ها والله قصيدي اذا دبرتوها ما تدبر اي لازم اطلع واحركها ايه ايه غردت ولك هذا يعمي ايه يثول عين المهم جاي اطلع لنا اكسجين يلا يلا شو هذا الكناس المفروض هو يكنس ويقلع يعني. الدنيا اتأقلموا يلا بسرعة خلنا نفتح شن طبعا ما اشترينا سلحفات حتى لا تصير هوسة فقلنا شيء قليل أفضل من الكثير ومو قصة شيء هوسة السلحفات ما تظل داخل المي 24 ساعة ايه تعال طلع وطبخه راح تكون نايم سيت اب انا من امنتج تابعون هذا الفيديو كن مرتاح يعني هذا الفيديو احتمال اكثر فيديو مرتاح بيه تعرفون ليش هنا البي سي هنا امنتج اني وبصفه شنو وين صفي حظ ما سمعت قال هامور كل ما هي يلا مو كل ما ابو عليهن اتذكركم لا لا شنو اتذكركم والله 24 ساعه فكر شو خلص تابع لنا سمك والله صحيح يلا سمك تقول رسول سمك سمك لا لا شاف شو ذني كبرى وان شاء الله نسوي عزيمه بعد تعال 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 شو احنا لا طيور سميناهن ولا ذني ايه سميهن هذا ايش تسميه لا لا الحوض شو تسمونه كله حوض قاع الهامور قاع الهامور قاع الهامور قاع شنو الهامور الهامور استمر رسول ايش بيك استك لا 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 قاعد 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 امل على اساس ما شافوها هاي حبايب ايش كبر هاي يلا على اساس ما ينتبهون من ورا الشباب كانوا مصليين قاعد يستهبط علي حيدر ما يصلي باع شباب ما طلع حبايب قصدي يلا 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 تعال تعال خلف الرتايل يلا مدة تحداك والله ايش تطيح عاد يلا يلا تحت قلبه كله حد قلبه يلا 10000 حمية تضوجتنا خلف تطلع تعال اطلع يس يس جيب 100 دولار قلت لك قصيدي يلا جيب يا بس يا شباب قصيدي شوف شوف كانت مغرزه هي هسه شو نسوي؟ ادفعها 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 الملشن مش اسمها؟ اقلمن ادفعها اقلمن شنو جيبه؟ تعودين لو لا حيدر شو تقول؟ اي جيب عدل عدل اوه هذا مكان اوف اوف فتحناهن ويلي اللهم صل على محمد احنا كل شيء ما قاعد نشوف يمكم التصوير تعالي كناس روح روح يلا نريدك شد حيلك بالتنظيف ولك ولك اصعد اصعد روح هيا هلا 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 الله بس باعوني فتشي خرافي بس باعوني هاللقطه شباب هذني حلوات اللهم صل على محمد وآل محمد شباب شكلهن مخيف صار اتراقبوا اللقطات السينمائية وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى يا رب اعجبكم اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات تراقبونا بفلوقات نارية نعم. بس شوف المكان وشكله كلش عملاق اسمع شباب اريدكم توصلون هذا الفيديو فوق الميتين الف لايك وهاي المرة اني بس راقب المفاجأة راح اجيبها الا حاجة تكسر الدنيا ممتاز 200 الف لايك خلينا نشوف حيدر 200 الف لايك ولا تنسون الاشتراك حتى نوصل 8 مليون وكتبون لنا رايكم بالمكان شيل القيمة بسرعة 10 من 10 مليار من 10 مليون تريليون مليار من 10 يعني المسبح فول وانا لبست مال التمرين ايه؟ وتاخرت يلا مدير روح يلا باي باي يلا مع السلامه حبايب قلبي واخذكم اخذ لك باي في قاع الهامور